مشاهدينا الافاضل، مثل ما تتابعون في الصور المباشره، عناصر النخبه الوطنيه على تم الاستعداد للدخول في هذا الاختبار الودي الاول في تربصيات طوغو الذي يدوم 10 ايام من الفاتح جانفي الماضي لغايه العاشر من الشهر الجاري، اين ستطير عناصر المنتخب الوطني الى مدينه بواكي في العاشر من الشهر قبل خوض اول لقاء رسمي في كأس أمم أفريقيا أمام منتخب أنغولا في 15 من شهر الجاري. المنتخب الوطني يستعد للدخول إلى أرضية الميدان لمواجهة المنتخب الطوغولي المحلي بداية من 9 بالتوقيت الجزائري والثامنة بالتوقيت مثل ما يشير إليها المخرج والمصور. الآن عملية دخول اللاعبي المنتخب الوطني إلى أرضية الميدان قبل انطلاق المباراة الودية. رياض محرز يتقدم التشكيلة الوطنية، الحارس موندريا، عيسى مندي، فيغولي، سوفيان، أيضا سليماني ورايان إتنوري، إضافة إلى بقية اللاعبين. نترككم مع الصور التالية والنشيد الوطني قبل ختام هذا البث الحي مشاهدينا. مشاهدينا الافاضل، نستمع الى النشيد الوطني الجزائري قسما. بعد نشيد الوطني الجزائري نستمع إلى نشيد الطوغو. Thank you.
فاضل سمعتم الآن الأنشيدية المنتخب الوطني ونشيد منتخب دولة طوغو قبل بداية المباراة الودية التي ستنطلق بعد قليل بين المنتخب الوطني ومنتخب طوغو المحلي. المباراة الودية التي يسعى من خلالها الناخب الوطني جمال بلماضي لتجريب بعض اللاعبين وتجريب بعض الخطط التي سيعتمد عليها في نهاية كأس أمم إفريقيا المجمع انطلاقها في 13 من الشهر الجاري بكوت ديفوار. المنتخب الوطني الذي يسعى للتتويج باللقب الثالث في تاريخه بعدما فشل في الطبعة الماضية في طبعة الكاميرون، والذي كان مرشحا للتتويج باللقب بعدما فاز في دورة 2019 بمصر. عناصر المنتخب الوطني تعول هذا العام على العودة بالتاج القاري من أرض الفيلة من كوت ديفوار، وإضافة النجمة الثالثة على قميص المنتخب الوطني، والبداية ستكون من هذه المباراة الودية التحضيرية التي دون شك ستفيد المنتخب الوطني في تحضيراته لمباراته الأولى يوم 15 من جانفي. إذن مشاهدينا نترككم مع الصور التالية قبل الختام. مشاهدينا شكرا على حسن الإصغاء، إذن ستتابعون بعد قليل حصة الفريق.